اليوم عيد ديال الحب لا فيت لا سان فالونتان وديالك غادي يكون معنا اعضاء ديال الحكومه وبعد وزاره وبعد الشخصيات اللي مرموقه ومعروفه باش تقول لكم واش كيدوزوا هاد العيد الحب وشنو بغاو يقولوا للمغاربه. نبداو بطبيعه الحال برئيس الحكومه سي سعد الدين العثماني. مرحبا بك. السلام عليكم. كي داير سي سعد الدين؟ ايوا فرحتنا بهجه وفرحتنا عميقه وفرحتنا جيده جدا لانه بغيت نصوروا الفرحه ديال الحمد لله سيداتنا اللي غادي يوصل لهم الكادوات. الكادو شريتي الكادو ولا ما شريتيش سي سعد؟ وحنا هادي دابا 3 شهور حنا مخبعينو الحمد لله شرينا المدام داكشي اللي كانت تتمنى يعني الحمد لله يعني في المستوى. شنو شريتي سي سعد؟ اشوا سي عماد بلي يكون كادو يعني واحد هكا في العام ازعم واحد في العام كتشري كادو واحد في العام. شنو بغيتي تقول للمغاربه سي سعد الدين بمناسبه؟ الحمد لله الحب والموده هو السر ديال التقدم وهو السر الحمد لله ديال الصحيحه والعافيه. واحسن حاجه اللي يمكن لها دير لشي واحد اللي ما تيحبكش هو انك تحبه. دابا انا اللي فهمت من هذا الميساج ديالك بانكم نتوما كتحبوا الشعب والشعب ما تيحبكمش. لا هذاك الشيء انت اللي تقولوا انت اللي ما تفهموا والو. انا ما فاهمش انت اللي تقول هادشي. الحمد لله محبوبين والحبوبه يعني والحب يعني باين يعني ماشي الحب ولا الحبوبه ما حناش انا شي شي لا مولاي يعقوب. سي سعد الدين الحمد لله علاقه جيده. اسمح لي غادي نقاطعك غير اسمح لي من الميساج ديالك راه باين. كنشكرك بزاف لان عندي الضغط عندي بزاف ديال الناس كيتسناو. غادي نمشي عند رئيس الحكومه السابق سي عبد الاله بن كيران. السلام عليكم سي عبد الاله. السلام عليكم. كي داير؟ رحمه الله تعالى وبركاته. والحمد لله انا يعني حتى انا فرحان بزاف عاد لانه ملي كنتذكر شحال ديال الناس كيحبوني كنعرفهم بانه ولله الحمد بالملايين. كان عندك جماهير والحمد لله والبيبليك ديالي راه هو داك غادي هو كيكبر يعني ولا لا. سي عبد الاله بن كيران سمعنا بانك جبتي كادو للمدام في سان فالونتان جبتي ليها تريا. فعلا لانه ملي كتكون عندك تريا في الدار خصك تجيب ليها تريا. سمعتيني؟ ايه معلوم لانه تريا فوق تريا كتعطي الدوفين ما مشيتي. ونورمالمون عندك تريا في الدار تجيب لها بولات. لا الحمد لا 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 دول البولات فيها انتجري فهمتيني ولا لا؟ هي كتشعل ديريكت. الحمد لله كتبرك عليها كتضوي. مرحبا شكرا سي عبد الاله بالكيران ميرسي بزاف. غادي ناخذ معايا سي نبيل عبد الله. مرحبا بك سي نبيل عبد الله. اهلا وسهلا ومرحبا. كيف بقيتي من البارح؟ ولله الحمد الامور جيده. ضربت لك واحد العومه 6 الصباح. أيه يعني الماء ديال الكابونيكرو داير بحال كتعوم في شي مرايه. داكو كتشوف الحوت وداك الشيء فعلا. يعني الحوت كله كيتسامح ذاك وكتكون الغداء ديالك مضمونه غير شد وسير شويه. سي بن عبد الله بغينا نعرفوا اين نوع ديال الحوت اللي تيكون حداك؟ واش حوت ولا حوته؟ لا فعلا كتكون حوته لانه حوتة. دائما كيكونوا كتغير من الاخرين ما كتبغي حتى شي وحده. واش هي حوته ولا حوتات اللي كيدوزوا حداك؟ لا غير حوته وحده. بركه. لا ما قلت والو انا. نعم غير حوته وحده. وهاد الحوته هذه في الاخر كتشويها كتاكلها ولا كتخليها؟ لا ضروري خصها تكل لانه كتبقى كديرونجي في البحر. داكشي اللي كاين. اشنو الهديه اللي شريتي هذا العام المدام في سان فالونتان؟ وهذا العام هذا طلبت مني شيء يعني كبير ولكنني الحمد لله زعمت وشريت لها هو كتاب ديال كيف نتعلم يعني الكوزينه. ودابا الحمد لله فعلا الحمد لله دابا ولات فريمون كوردون بلو. تبارك الله عليك. شكرا سي نبيل عبد الله. شكرا باش نيت حتى تفهمني في الدار تكون المقاطعه ما تخرجش للخارج باش يكون في الدار. فعلا اللي ملي كنكونوا ولا كانت شي مقاطعه خصنا نكونوا كنقاطعوها كاملين. طبيعه الحال وماشي شي قطعه ولا اخر يضحك عليه. بيان سور غير هو افيك موديغاسيون كي تنقولوها سي نبيل عبد الله. هذيك المقاطعه خص يكون فهمتيني هذا لي زونشوا ما يكونوش مالحين. فعلا واحد ما يزربش فيها فوالا الكريير وداك الشيء شويه. نعم تبارك الله عليك سي نبيل. نعم شكرا سي نبيل عبد الله. غادي نمشي عند الشباط من مدينه فاس. مرحبا. الو وي كي داير؟ الحمد لله تبارك الله عليكم. راه حنا فكرنا فيك اليوم.
ايوا هذا الناشط حطاشا سمعتيني. مرحبا مرحبا. انا اليوم تبارك الله انا خو عبيد الخليع عادي انا خو عبيد البريوان. مرحبا والله. الحمد لله. راك تحتفل بعيد الحب سي شبط؟ الحمد لله كنحتفلوا كاملين حنا والعائله والناس البعاد والقراب اللي صوتوا علينا واللي ما صوتوش علينا. وكنزيد نعاود ناكد لك بانه حميد شبط يعاودني يرجع ويعمل جديده في جديده مع بن كيران وغنزيدوا القدام. مرحبا مرحبا. الناس اللي صوتوا والناس اللي ما صوتوا والناس اللي صوتتي انت؟ نعم. لا ما قلت والو غير سؤال. هذا سؤال ما بقيتش نسمعك. صافي اسمع ليا شنو بغيتي تقول للناس بمناسبه عيد الحب؟ الحمد لله مع عمرهم يبعدوا عليهم الحب لان الحب والموده هو كل شيء. وحتى انا متفق مع داك اللي هضر معاك في الاول ما عقلتش على سميتو. سميتو سعيد العتمالي. ايه اللي ما كيحبكش حبو. فوالا شكرا لك سي شبط. معايا سي عزيز اخنوش. مرحبا بك سي عزيز. ولكن تعطلت عليا انا. الو الو وي سي عزيز. خويا لاباس بخير. كي داير كلشي مزيان الحمد لله والحمد لله. زاد عندنا بحر جديد وانا فرحان به. زاد عندكم بحر؟ بحر جديد واحد طف كنت انا ناسي ما كاينش حتى لا مدينه حتى لا مدينه تايواني. عاد بالي عاد خبروني دابا عاد كان انستالي فيه البخيوات والفلاير شويه ديال السودين مرحبا كل شيء. وغادي نزرعوا شي شويش في ذاك اليوم ديالو باش ما نخسروهاش حتى هي يكونوا ناكل فيها البودوز. اش بغيتي تقول المغاربه بمناسبه عيد الحب؟ بكل صراحة دابا الحمد لله غادي يكون محبة كبيرة ومودة كبيرة بيننا وبين المغاربة ابتداء من 14 فبراير 2019 حتى 14 فبراير 2020 وعاوتاني نجددوا الكونترا إن شاء الله. إن شاء الله كتخدم بالكونترا أنت سي عزيز. الله يبارك فيك. شكرا. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. مع السلامة. شكرا شكرا لك بزاف. ألو غادي نمشيو ناخذوا رابيدمون واحد جوج ديال الإعلاميين اللي معروفين على الساحة الوطنية وصحفيين كبار. معايا سي مصطفى العلوي. مرحبا بك سي مصطفى العلوي. اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك سي مرحبا. مرحبا بكل من يتصنت بهذه الاذاعه. مرحبا. هذه الاذاعه الجميله. هذه الاذاعه التي لا تنقطع فيها المحبه والموده. اشنو بغيتي تقول السي مصطفى العلوي للجمهور الكبير اللي كيسمعك اليوم؟ المغاربة من طنجة إلى القويرة، المغاربة من طنجة إلى القويرة ومن سقيق إلى مدينة الدار البيضاء يتبادلون الهدايا لهذا اليوم المبارك هذا 14 فبراير 2019. وشكرا لكم. شكرا سي مصطفى. ناخذ واحد السيد اللي كتعرفوه كيعرفوه عميك كيعرفوه البوعناني. اي مرحبا بك سي البوعناني. مرحبا بك. السلام عليكم والحمد لله. وانا حتى انا يعني ما عندي يعني فرحان بزاف لا سيما على انه خاصك تعرف اودي عماد بانه المطاع اللي هو مبنيه في هذه الاذاعه ديال شبا اف ام في 1916 كان البحر ديال لاكورنيش وصل تما وكان الحمد لله الحوت يتبشطق في هذيك البلاصه بالضبط اللي نتا فيها وان دل على شيء يدل على انه كل عام البحر كذاب اللور باش كيخلي العمارات ثاني يتبناو. شكرا بزاف سي البوعناني. كنسقوا بزاف على مصطفى الدودي. انا غادي ناخذ معايا مصطفى الدودي. مصطفى وي بغينا نقول لك اخويا غير برافو عليك. سي جونتي. ونقول لك بان الجمهور كامل كيبغيك وكيسول فيك. سي تري جونتي. وحتى حنا كنبغيوك بزاف وميرسي على هذه الفرحه اللي كتدخل لينا كل نهار مع 6 و 4. ميرسي بوكو سان فا دوا او كور. وكنسلم على المستمعين الكرام كاملين فعلا اللي حتى هما عندي في قلبي. وكنزيد نجدد ونزيد ناكد للناس كاملين اللي انا كنقلدهم هذا فقط محبه كبيره لانه انا براسي كنقلد راسي انا بيدي انا ول وعزيز عليا ندير داك التيك ديالي وداك الهضره ولي غريماج وصافي وهذا المونش كتطلع شوفها شي مسائل دونك سي جوست بور لو غير اي فريمون الاحسن من بين الوسائل الجميله اللي يمكننا نبلغوا بهم افكار فعلا